بدي اياكم ترحبوا معي اليوم، معي احمد عنيزان مدير العلاقات العامه والتطوير بمؤسسه سالم الشعيبي للمجوهرات. اهلا وسهلا فيك يا أحمد. مرحبا وسهلا فيك يا سماح، وبحب اهنيك على الانطلاقه المميزه وعلى هالمشروع الناجح اللي ان شاء الله حيلاقي كل التوفيق والنجاح. طبعا الناس اول شيء حيخطر على بالهم شو يعني او كيف انتم دخلتوا بموسوعه جينيس، وفي ناس ما بيعرفها، ففيك تحكي لنا انت ليه دخلتوا بموسوعه جينيس؟ هلا بصراحه هو مشروع يعني يعتبر احد انجازات الشركه اللي عمرها تتجاوز 55 سنه في دوله الامارات العربيه المتحده، واللي كان اساسا بنفس توقيت اليوبيل الذهبي لدوله الامارات العربيه المتحده. انجاز لا يعتبر اقصى طموحات المؤسسه، ولكن يعتبر احد اهم الانجازات ان شاء الله. طيب ليه حبيتوا تكونوا جزء من منصة مختصة بالمجوهرات والساعات، وخاصة أن نحن عنا رؤية وهدفنا هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مصممين المجوهرات الإماراتية؟ سالم الشعيبي للمجوهرات هي مؤسسة إماراتية تهتم بالتراث، فبالتالي كان لابد أنه بنفس المرحلة اللي نحن أساساً اعتبرنا فيها جزء من تراث الإمارات نكون أيضاً جزء من اللاكتشوري براند، واللي شفناه ما شاء الله عندكم في حكاية المجوهرات يعني إن شاء الله أنه بيعكس رؤية الشركة وبيوصلنا للمستوى اللي نحن بدنا إياه.